أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية في صف الثالث. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Unit 2. Unit 2 Finish Unit 1. ندخل على Unit 2. Unit 2 عنوانها My Father an English Teacher. My Father an English Teacher. هنبدأ في لسن 1 هنتكلم فيه عن Some New Vocabulary. في بعض الكلمات جديدة هنحاول نعرف معناها، لأن الكلمات دي ممكن تساعدني في translation الترجمة. هناخد إن شاء الله في نهاية الوحدة بعض الجمل translate from English into Arabic and translate from Arabic into English. عشان كده المطلوب منك إن شاء الله لو أنت معاك أي ملخص تحاول تقرأ الكلمات دي كلها، هنحضرها لبعض الجزء منها وتحاول تحفظها، لأن هتساعدنا إن شاء الله in translation في الترجمة. هنقرأ بعض الكلمات مع بعض بسرعة. أول كلمة اسمها بايونير. بايونير. بايونير يعني رائد. الإنسان الرائد اللي هو الإنسان بيخترع حاجة بيكون he is the first person، هو أول شخص. like بيجي يعقوب هو is a pioneer، يعتبر رائد in heart transplant في عملية زرع قلب. so he is we call him pioneer. pioneer. number two political science. political science means اللي هي العلوم السياسية. political science خلينا نضع الساينس اللي هي العلم أو العلوم كلها على بعض. political science بسميها العلوم السياسية. number three the ministry of education. طبعا دي معروفة هتلاقيها في الامتحان. the ministry of education هي وزارة التربية والتعليم. the ministry of education. number four cultural association. cultural association. association هي منظمة أو جمعية اسمها association. cultural جاي من culture اللي هو الثقافة. يبقى cultural هنا adjective تعتبر صفة. يبقى بنقول cultural association يعني منظمة ثقافية. منظمة ثقافية. طيب Arab literature. Arab literature اللي بسميه الأدب العربي. الأدب العربي طبعا literature اللي هو الأدب وعرب اللي هو العرب طبعا احنا صفرين يبقى Arab literature اللي هو الأدب العربي. كذلك عندنا هنا موجود children charity. children charity. children طبعا معروف charity اللي هي جمعية خيرية. لما أقول children charity يعني جمعية خيرية للأطفال. جمعية خيرية للأطفال طبعا زي ما في زي جمعية 57 وها سو ان وكذا جمعية أبو الريش ولا شيء كده يعتبر ايه بكلها جمعية خيرية لمين؟ للأطفال. كلمة responsible وحرف الجر معها for. responsible for يعني مسؤول عن. responsible for أقول زي master المدير أو the manager مارو is responsible for our school هو المسؤول عن المدرسة. number eight sports activities. sports activities اللي بنسميها أنشطة رياضية هي حاجات إحنا بنعملها في المدرسة أو في ال sports في النادي بسميه ايه sports activity أنشطة رياضية. number nine fatherly. fatherly ده معناها أبوي أو the teacher treats us الأستاذ treats us in a fatherly way لما تبقى adverb بالطريقة in a fatherly way يعني بالطريقة أبوية يعني بيعاملنا بالطريقة كما بيعاملنا as his our father كوالدنا اسمه father. يعني fatherly تعتبر adjective لما خليها ظرف ممكن نقول إيه in a fatherly way. آخر كلمة circle and semicircle. circle طبعا معروفة هي دائرة. circle يعني أحيانا students يقول الطلاب sit in a circle بيجلس في circle دائرة يبقى مثل ترفيه. لكن لما أقول in semicircle ده معناه نصف دائرة اسمها semicircle. في circle اللي هو دائرة كاملة أما semicircle اللي هو نصف دائرة. في عندنا في اللغة الإنجليزية طبعا كلمات هتمر علينا في الوحدة دي. الكلمات دي هنشوفها هتستخدم as a verb and as a noun. يعني هي نفس الحروف بس ممكن استخدمها as a verb وممكن استخدم as a noun. هناخد بعض الأمثلة على ذلك. أول كلمة عندنا اسمها كلمة discipline. كلمة discipline. discipline ده تنفع verb وتنفع noun.
طيب لما تقول له فيرب معناه ايه؟ دي فيرب ديسيبلين از فيرب معناها ينظم او يعود شخص على النظام. ينظم او يعود شخص على النظام كفعل. اقول فور اكزامبل ذا تيشر شود ديسيبلين هيز ستودنت. ذا تيشر شود ديسيبلين يجب ان يعود تلاميذه على النظام. ان اجنتل واي يعني بطريقه لطيفه. يبقى هنا الديسيبلين استخدمناها ايه؟ از ا فيرب يعود على النظام. ذا تيشر شود ديسيبلين هيز ستودنت ان اجنتل واي. طيب لما تبقى ناون كلمة ديسيبلين as a noun نفس الكلام. أقول the school teaches us discipline and self independence. The school teaches us يعني المدرسة بتعلمنا. بتعلمنا إيه؟ teach us discipline النظام. يعني discipline معناه النظام and self independence هو الاعتماد على النفس. زين أنا أعتمد على نفسي. وشوفنا كلمة discipline تنفع as a verb وتنفع noun. When a verb يعود شخص على النظام and the noun اللي هو النظام نفسه. Number two كلمة silence. Silence برضو ممكن تيجي as a verb ممكن تيجي as a noun. As a verb أو the teacher should silence his students before the lesson. طب يبقى معنى silence. Silence معنى يسكت. معنى يسكت يخلي الشخص ده قدام منه ساكت. ما بيتكلمش. أو the teacher should silence يعني الأستاذ المفروض silence تمام. حتى الأستاذ دايما بيقول لك please keep silent يعني التزم خليك ساكت. اوكي because the teacher should silence his student المفروض يسكت التلاميذ before the lesson قبل ما يبدأ الدرس. عموما حيشتغل الأستاذ حيبتدي يشرح ويتكلم كلام and students are talking together. Okay, so the teacher should silence because silence is as a verb, يسكت. أما silence as a noun اللي هو السكون نفسه أو سكوت. Silence. It was the silence of night. The silence of night يعني السكون بتاع الليل at 1 o'clock الساعة 1 الساعة 2 because there is no sound, no voice, ما فيش أي صوت, ما فيش حد بيتكلم. عشان كده بقول إيه the silence of night يعني سكوت الليل ده السكون بتاعه is terrifying because she is terrifying and مفزع أو مخيف. يعني the silence ده بمعنى السكون نفسه. في تعبير اسمه in silence. In silence برضه في صمت أو في سكون للتعبير. أقول the class was in silence يعني الفصل كله كان قاعد إيه in silence. أنت while the teacher was explaining the lesson أثناء the teacher was explaining أثناء ما الأستاذ كان explaining بيشرح الدرس all the class and all the students was silent. Number three كلمة honor. Honor برضو من ضمن الكلمات اللي used as a verb and as a noun. Honor as a verb معناه يكرم معناها يكرم. For example say Abu Hayf was honored as a national hero. Abu Hayf طبعا معروف سباح مصري عالمي. Was honored يعني كرم as a national hero كبطل قومي. As a national hero. في هنا كلمة honor مستخدمة as a verb بيجي passive was honored. لما تبقى noun honor اللي هو الشرف نفسه أو المكانة اسمها honor. طبعا الاتش مش حاطة إن شاء الله تنضاف لأنه silent. أقول we have honor يعني نحن لدينا honor الشرف of being teacher إن نحن نعمل as teacher كمدرسين لأنه وظيفة مهمة ووظيفة تتبع رسالة الأنبياء. إنه we have honor of being teacher. هنا honor استخدمناها as a noun. أوكي في تعبير اسمه in honor of. in honor of يعني بمناسبة أو عن طريق بشرف يعني نحن بنعمل حاجة مثلا for example we have a ceremony احنا عندنا حفلة we have ceremony why in honor of our success يعني بمناسبة النجاح بمناسبة النجاح بتاعنا يبقى يعني in honor of يعني بمناسبة our success. آخر كلمة من ضمن الكلمات اللي تستخدم as a verb and as a noun كلمة lecture. Lecture ممكن تيجي as a verb معنى يحاضر lecture. أقول professors were lectured in many foreign universities. يقول لك كوتشارز يعني معناها حاضرة يعني ألقى محاضرات
لكاتشارد هنا as a verb in many foreign universities في كثير من الجامعات الأجنبية. لكاتشارد as a noun هنا لما تستخدم as a noun هنا as a verb معناها محاضرة. هي المحاضرة نفسها اسمها لكاتشارد. أقول student must attend طلاب دولة ماله must attend يجب أن يحضروا يحضروا إيه لكاتشارد محاضرات and university في الجامعة. دخلوا الجامعة يبقى خلاص يبقى لازم يعمل ايه must attend lecture يحضروا محاضرات اسمها lectures هنا بمعنى محاضرة. اتمنى يكون الكلمة دي اتضح المعنى بتاعتهم. طبعا اتمنى انه تشاركونا على القناة بتاعتنا وتبعتونا اي استفسار واي سؤال احنا مستعدين حاضرين عليه بس تشاركوا معنا على هذه القناة. thanks